يا سيدة، القصة دي بسيطة جدا كده، عليك اللي خليني من كلام التاريخ ده بيجمع. تمام، نقوم يا معلم نجيب لنا زول يبيع لنا البيت ده ويقسم لنا قروش الورثة بالتساوي. يا زول عوير عوير انت، قول جيبنا زول ما حيدينا قروش حبة. بعدين يا اخي تعال، البيت ده صحيح يا اخي معشكب، ده له شغل كده حبة بيتظبط. بعدين يا اخي ده بيت مال البيع، ده بيت متين يا اخي. يا بنتين البنتين دول ما بعرفوا كانوا ليه سليمان قاعد، قلت له ناي شكلهم كيف؟ شينات 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 مرة. بس عليك الله، عليك الله ما توري سليمان تقول لي او حباس ولا يا اخي بتمني يوم ساي منك تجي فكره ذكيه، ما منك اي حاجه، شيل عفشك ده دخل وجوه امشي. يا عزيز، الافكار اللي بقول لك دي كلها ما بتخش لك في راسك، عندي لك فكره جميله وحلوه بتعجبك. اسمع كلامي هنا كويس، تمام؟ نقوم نجيب لنا عمال بيصير حنين يا معلم، تمام؟ ويجي يجددوا لنا البيت ده، نقاشه عليه نجف، شفتها عليه لمبات الزينه، نخلي البيت ده يسوي كده. وبعد ذاك نجي نبيعه. يا سلام عليك يا عبقري، يعني مفتكر نفسك خلاص كده عليت بفكرتك الجهنميه دي؟ انت ناسي انه جدنا ده متزوج من الدنيا دي كلها؟ يعني البيت ده ورثه، والورثه ما بتتقسم كده. كيف يعني ورثه؟ انت قصدك انه البيت ده ناسك وتار؟ آخر حاجة في الدنيا دي كنت أتوقعها يا سليمان إنك تخوني وتجيب بنات في البيت قدامي، كمان قدامي يا سليمان كانت تخليني حد ما أطلع تجيب بنات في البيت وأنا قاعدة، لكن أستاهل أنا الأناسة الرخيصة. سليمان ايش نحبك؟ سليمان انت بتبكي؟ سليمان ما شفقنا عليك، فشتو وحياة كتاب الدين ما وريتك الا طلعت لها سكين. تعال 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 يا اخي، اقعد اقعد، انا فاهمك الان، شايل لك راس ما اكن قدر ده. والله إن عندي انا اقرب علمي وادبي يا اخي. الموضوع ده بسيط يا اخي، نحن اول يا حبيبي نضمن موضوع البيت ده ومسك فيه ده، بعد ذاك نخش في موضوع انه نشوف منو الممكن ارث ومنو الممكن يطلع ملوص. طبعا يا عزيز انت بتمرق ملوص. كيف يعني؟ لانه انت خاش بين نصيب امك. كان ملوص قال ملوص ماله ومنه بترس بدون نزعودنا ده تاني على الله. اللي بيحصل ده شيء ما طبيعي، في حاجة غلط، في حاجة غلط، في حاجة غلط.
وما تقول لي ده الشيء اللي بتبلع فيه، لأنه ببلع لي 5 سنة اللي بيحصل لي ده ما حصل كله كله إلا الفترة. يا أخي كده روي بوحدة واحكي لي أنا حصل شنو. وانا أنا لي شهر كامل بحلم بناس، نفس الناس بيجوني المرة الأولى وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم. مرة بيتغيروا، مرة بيصغروا في أشكال غريبة، مرة في أشكال عادية، مرة بني آدمين طبيعيين جدا، ومرة يصغروا ليك مخيفين شديد. كابوس مشيته الأول، الكابوس يتكرر 5 يوم وسادس يوم وسابع يوم، الليلة نفس الكابوس. تاني قطعة زفتي دين؟ عزيز عزيز مالك يا بشر؟ أنا ما أشرب ليه موجة. طيب تشرب أديك خشمي ده ولا كيف؟ بتندل احنا خطنا ده ميت ميت احتمال ما تجي للصباح. سليمان انا خايفه. شايفه ده؟ ايوه شايفه.